انسى كل اللي سمعته عن مواقع الذكاء الاصطناعي، لان في معادله اغلب الناس مش فاهمها، وهي ازاي تاخد كل حاجه من غير ما تدفع ولا حاجه. انا مش بتكلم عن شات جي بي تي بس، ولكن بتكلم عن انه يكون تحت ايدك جيميناي وكلاود وديب سيك وكل الادوات المدفوعه اللي بتسمع عنها في شاشه واحده وبحساب واحد وببلاش. في الفيديو ده هوريك الموقع اللي بيعتبر ثغره على الانترنت والمواقع الكبيره مش عايزاك تعرف. جاهز توفر فلوسك؟ يلا بينا. اول حاجه يا معلم بيفتح معاك الموقع بتاعنا. طبعا احنا بنقدم لك حاجات كتيره مدفوعه ولكن بشكل مجاني، فكل بنطلب منك هو ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لنا لايك سواء على اي مواقع من وسائل التواصل. فكل ده بنطلبه منك مقابل ان احنا بنقدم لك حاجه مدفوعه بفلوس كتير ولكن بشكل مجاني. فلو قابلتك اي حاجه من الروابط دي ما تقلقش خالص، وكل اللي انت تعمله ان انت هتمشي ورا الفيديو عشان تقدر تفتح الروابط بتاعتنا، وهي مش مزعجه خالص وبس كده ويفتح معاك بكل سهوله. فعشان لو مش عارف تفتحه هيفتح معاك الموقع ده، هسيب لك اللينك بتاعه اسفل الفيديو تحت لينك الموقع، تمام؟ وبعد كده هتلاقي الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، تقدر تتفرج على الفيديو وتمشي مع الخطوات وهيفتح معاك على طول. وهو ده الموقع زي ما انت شايف كده معلم، هيفتح وظهر لك كل الادوات اللي انت شايفه قدامك ده، كل ده بشكل مجاني وكلها بايميل واحد بس. هيفتح معاك الواجهه دي، فيقول لك اول حاجه لازم تعمل ايميل، هتروح عند ساين ان زي ما انت شايف كده، وبعد كده بيتحقق ان انت بشري او لا وبيجيب لك سكسس. بتسجل بحسابك يا معلم، وبعد ما تسجل بيفتح لك الواجهه اللي انت شايفها قدامك. تعال كده اول حاجه نقول له ايه هو النموذج اللي احنا بنستخدمه حاليا. نبعت بيبدا يجيب لك بقى على ديب سيك اللي هو في 3 واللي هو جيميناي، تمام؟ وبيقول لك بقى ايه ان هو تقدر تستخدم اي واحد فيهم زي الموقع اللي احنا شرحناه قبل كده، ولكن ده بشكل تاني يعني بشكل مختلف، تمام؟ او زي ما انت شايف يا معلم، اجي هنا مثلا هقول له ديب سيك افضل مثلا، اهو هيقول لي مثلا نكتب اي اجابه، اقول له ان هو سريع واقول له ارسل التعليقات. بعد ما انا عملت ده هيبدا يجيب لك دي وتبدا انت تعمل كده، جاب لك 5000 رصيد يا معلم، كل ده بشكل مجاني. هنروح للصفحه الرئيسيه، تمام؟ بعد ما جاب لي ال 5000 طبعا انت هنا يبقى يظهر، او ما تفتح دي هيقول لك ان انت هنا عندك 5000. ال 5000 دول يا معلم ولو خلصتهم هتطلع وتعمل ايميل تاني وتعمل نفس الحاجه وهيجي لك 5000 تانيه، يعني يعتبر موقع مجاني مدى الحياه، تمام؟ اول حاجه هنرجع كده للانجليش عشان مش عايزين الواجهه البيضة دي، وهنقول له هنا مثلا ايه النموذج اللي انا بستخدمه حاليا، وهنا اقدر اعمل اي تشوز للموديل بتاعتي. طبعا لو نزلت كده هتلاقي كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، كوين ممكن نعمل كوين واوبن اللي هو 0 3، وممكن تعال نخش كده مثلا اي حاجه بتخش عليها من دول بيفتح لك كل بقى الحاجات الخاصه بيها. لو دخلنا مثلا على شات جي بي تي هيجيب لك هنا بقى اللي هو الاو 1 لحد الفور، تمام؟ 4 او وكل الكلام ده. وهبعت يا معلم، بعد ما بعت جاب لك بقى ايه، قال لك استنى شويه، هنا جاب لك الكيمي، هنا بيعمل ما اللي هو ايه، بيشوف مين اجمد يعني. يعرف داخليا باسم، انت تتحدث الان مع مساعد مش عارف ايه، يعرف داخليا باسم شات جي بي تي 4 او، هو نموذج استخدمته شركه اوبن اي اي، وهنا بيقول لك بقى ان ده نموذج شات جي بي تي اللي هو الفور، تمام؟ فهندوس على دي عشان نكمل بنفس الحاجه اللي هي دي، واقول له اون تارجت وهبعت له، هيقول لي طبعا مود تاني وجاد لي 200 تاني. طول ما انت بتعمل اللي هو السكراتش ده او اللي انت بتختار انهي الافضل، فبيديك كريدت تانية، يعني هو زود كريدت تاني على ال 5000 اللي عندي، فهتلاقي اللي عندك ما بيخلصش خالص يعني، تمام؟ انا هنا مختار اللي هو الاو، طبعا عايز ارفع له اي ملفات برفع له من هنا، ارفع له مثلا الصوره دي واقول له اشرح لي ايه اللي جوه الصوره، وهبعت طبعا دي الصوره بتاعتنا بتاعت فيديو عندنا، فيقول لي الصوره بتحتوي على شاب مش عارف ايه، وطبعا هنا بيجيب لك على موقع تاني زي البيكس واللي يعجبك بتبدا تختار. طبعا ده جايبها لك هنا بشكل مختصر، قال لك خلفيه تبدو بسيطه مع مؤثرات ضوئيه حول الشخص، والشخص بيرتدي بيحمل هاتف محمول وبيرتدي نظارات وكل الكلام ده. ده جاب لك ملخص للصوره اللي هو شايفها. اما ده بقى يا معلم جاب لك هنا كل حاجه، قال لك بيشير مش عارف ايه، والتصميم البصري بتتضمن شعار في الزاويه العلويه، والتصميم العام يوحي بانه يحتوي على ترويج او تعليمي، ومجتمع تقريبا مقطع على اليوتيوب او منصات الاجتماعي، والصوره مصممه بطريقه ازاي بالتلفت مش عارف ايه. هنا جاب لك شكل ايه، كلام كتير اكتر يعني، تمام؟ طب لو عايز اغير شات جي بي تي يعني افتح اي شات جديد، بفتح شات جديد منين؟ بدوس على كلمه شات بيبدا يوديني شات جديد. اجي هنا مثلا عايز احمل اي صوره او عايز اخليه هو يعمل لي ايمج جنريتور، فانا هاجي مثلا هنا اختار اللي هو الفور العادي، تمام؟ دي، وهاجي هنا مثلا
ابعت له اي حاجه، قلت له بط مثلا لابسه مش عارف ايه وبعت له، فهنا جاب لي ده. هقول له كلمني عربي زي ما انت شايف كاني في شات، فاهم، بتكلم معاه وبيرد عليا بكل سهوله زي ما انت شايف كده. معلم بقالنا فتره كبيره قاعدين على الموقع، ولحد دلوقتي دوبك لسه مخلصش حاجه من الخمس تلاف اصلا، و يعتبر احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه. هسيبك بقى انت هتعمل كل حاجه في الموقع زي ما انت عايز، وتقدر تجربه بكل سهوله، تمام. ممكن تعمل هنا شات برايفت، هو طبعا الشات هنا برايفت خاص بي انا، وهنا ممكن تعمله بابليك اللي هو اي حد يستخدمه، يعني هيبقى ممكن اي حد يشوف الشات بتاعك. فالافضل انت تعمله برايفت وتعمله كونفيرم، هيبقى شات خاص بيك انت يا معلم، تمام. وطبعا هنا بتعمل الملفات والصور بتاعتك بترفعها من هنا، وهنا لو عايزه يعمل لك اي صوره او هو ينشئ لك صوره. طبعا شوز موديل ده، لا ده اللي احنا لسه شارحينه مع بعض، ولو انت مفكر ان هما اللي قدامك دول بس فاقول لك ان انت غلطان. انت اول ما تنزل بالفوره تحت كده هتلاقي مكتوب لك هنا فيو اول، او ما تدوس على فيو اول هيبدا فلوكس اهي وجاما ومش عارف ايه وانيون وكل الكلام ده. بص قد ايه تفضل تنزل مش هيخلص. فاتمنى تشترك في القناه لو انت مش مشترك، واكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده عشان نقدر نستمر وننزل لكم فيديوهات قويه جدا عن مواقع اقوى واقوى، وكل ده هتلاقيه جديد عندنا في القناه ومش هتلاقيه في اي قناه. اشترك وشير لو انت مش مشترك، وسلام.